السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزة، عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ دخلنا اوضه البنات بقى، قلت ايه اروق بقى اوضه البنات يا حبايبي، واشيل الفرش بتاع السراير واغيره واحط فرش جديد، لان هو بقاله اكتر من اسبوع ما شلتش الفرش. قلت بقى ان انا ايه هغير الفرش بتاع السراير وانضف الاوضه واروقها يا حبايب قلبي. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الدفايه ديت انا مطبقه البناطيل وحطاهم على الكنب اهوت يا حبايبي، احنا بقينا بنستغطى البطاطين يعني عشان الدنيا برده بالليل، فانا مطبقه البطاطين عشان برده ما اطولش معاكم الفيديو وحطاهم هنا. يا حبايبي مشيت بقى الفرش كده الوشوش بتاعت المخدات وهنغيرها يا حبايبي. الملاية نقفل بقى السرير كده يا حبايبي، دعمونا كده واشتركوا في القناه حبايب قلبي، ونوروني في القناه الثانيه روتينات الملك سوزي يا جماعه. اللي ما دخلش واشترك هناك وخش واشترك هناك يا حبايبي، نوروني فيها. نفتح عليها بس كل يوم الساعه 7:30 بالليل عشان نفعلها، ساعدونا عشان نفعلوها يا جماعه. حبايبي اقفلش بقى الايه الدفايه كده، الدفايه دي بتحمي الملايات يا حبايب قلبي، وبتدفي السرير من لما بيناموا عليها، بتدفي كده تحتهم كده حبايب قلبي في الشتاء بالذات، انما في الصيف بنفرش الملايه بس، في الشتاء بنفرش الدفايه. بتدفي يا جماعه الملايه والدفايه فوق منها. بيقول لي بقى رايكم فرشنا الايه السرير اهوت، ركب بقى الوش بتاع المخده يا جماعة. ركبنا الخدة دي اهوت، حطها بقى كده جميلة يا حبايب قلبي. لما المخدة دي بحطها هنا كده، هفرش بقى السرير التاني. شيل بقى
شكرا لكم على كل تعليقاتكم الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي. انا بقرا كل التعليقات يا حبايب قلبي، منوريني ومشرفيني والحمد لله. يعني تعليقاتكم كلها ايجابيه، مفيش اي تعليق سلبي، منوريني ومشرفيني يا حبايب قلبي، وتشجعوني ان انا بنزل لكم فيديوهات كل يوم يا حبايبي. يعني تعليقاتكم بتشجعني ان انا انزل فيديوهات على طول. كلكم اخواتي وحبايبي وعائلتنا الثانيه يا جماعه. بقى المفرش بتاعنا اهو، خليته زي الفل، ظبطت السرير اهو. حط بقى المخده ونركب بقى ايه الوش بتاع الخده دي. اللي بقى رايكم فرشنا السريرين ولمعناهم ورفضناهم وخليهم زي الفل. هنجيب بقى البطاطين ديت نحطها بقى على السرير. كل سرير اللي بطانيه وكبرتاه التانية دي بتبقى زيادة. اي حد بقى عايز يستغطى بيها نحطها ايه يستغطى بيها حبايبي. نحطهم كده. نروق بقى الكنبة ديت. شوفنا ايه طالعين الجواكت. وحطنا هنا. لما اطلع بقى الايه المقاس ده واديها الغسيل واجيب المقشه واكنس الوضع يا حبايبي. جايبة المية اهو يا حبايبي، حاطة فيها ايه الديتول بتاعي والكلور، همسح بقى الأرض يا حبايبي.
حبيبي خلصت بقى وده مهطر، هنعطر بقى الاوضه حبيبي. ريحته جميله يا جماعه، ريحه الورد كده ريحته حلوه قوي. ده حبايب قلبكم خلصت الروتين بتاعي، متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام يا حبايب.